السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده معاكم الكرشه بطريقه جميله جدا، طريقه خالتي ربنا يخليها لنا ويحفظها. بس اتمنى منكم بدايه الفيديو دعاء لامي بالرحمه والمغفره، والدعاء لخالتي ربنا يديها الصحه والعافيه ويخليها لنا كلنا. يلا نبدا مع بعض الفيديو ونشوف ازاي هنعملها بالجمال ده. انا متاكده ان مفيش اي حد بالدنيا كلها بيعملها بالطريقه دي، دي طريقه خالته مخصوص، يعني حتى كل الناس تطلبها منها واحنا شخصيا نطلبها منها وتبعتها لنا لغايه هنا، تسلم ايديها بجد عليها. بس انا بما اني لقيت حد بيبيعها هنا مغسوله ونضيفه، فاتصلت بخالته واخدت منها الطريقه مظبوطه وهشاركها معاكم ان شاء الله. طبعا انا استاذنت خالته ان انا اعملها وقالت لي مفيش مشكله. يلا تعالوا مع بعض نشوف الفيديو، بس اضغطوا لايك واشتراك في القناه اذا اول مره تشوفوا قناتي، فعلوا الجرس وتعالوا مع بعض ندخل في الوصفه. طيب هندخل في الوصفة. زي ما قلنا انا دي الكرشة انا بشتريها من واحدة، اشتريتها من واحدة اسمها الاكاونت بتاعها على الفيسبوك اسمها همسة عتاب. تمام. طيب خدتها من عندها كده نضيفة ومتقطعة جاهزة، عشان قلت لها ما بعرفش اعملها خالص فهي قطعته لي. وبعد كده حطيت مية وجنزبيل وليمون كتير وملح ومعلقتين خل ونقعتها فيها لمدة نص ساعة، بعدين غسلتها كذا مرة صفتها. وبقى عندي كده في المطحنة بصل ونجمة، النجمة اللي هنا بتلينسون وهيل وقطعة درسين، هطحنهم مع بعض طحنة كويسة وقرن فلفل. تمام. وحطيت هنا مستكة في الجدر ومعلقة كبيرة من السمنة، حطي بقى حوالي ايه زي ما انت شايفة 8-10 فصوص من المستكة، هتسيحيهم مع السمنة. وبعد كده هتبدأي تاخدي الكرشة دي اديها صدمة. تمام. طبعا الطريقه دي زي ما قلت لكم انا اتصلت بخالته وخدت منها الطريقه وعملتها معاها في الصف، يعني عملت الطريقه بالظبط. في حاجه هقولها لكم وقت ما يجي القطعه بتاعتها او المقطع بتاعها هقول لكم عليها. بس كده بدات ان انا اقلب فيها. تمام. ونسيت اقول لكم على الفصين التوم، حطيتهم برده مع المطحنه مع البصل الطحنه. خدت بقى من الخلطه اللي انا طحنتها في المطحنه دي معلقه واحده كبيره، وخليت الباقي هقول لكم دلوقتي ليه. دي كده تعتبر المرحلة الأولى، الخطوة الأولى بعد خطوة الغسيل. هفضل أقلب فيهم تقلبتين تلاتة وأشوحها. تمام. هتنزل هي مية كتير كده، ماشي. الكرشة بتنزل مية كتير على فكرة يا بنات. تمام. أنا مضفتش أي مية، هي نزلت المية ديت. هبدأ أن أنا أخدها كده بعد ما شوحتها، نشفت من المية وتشوحت، هبدأ بقى ان انا اخدها واحطها في المصفى واصفيها واغسلها كويس جدا وصفتها كده زي ما انتم شايفين. تمام. عايزين تلسعوها خلوها تتلسع، مش عايزين براحتكم. في نفس الجدر حطيت معلقه سمنه وثلاث اربع فصوص كده من المستكه، وحطيت بقيه البصله بقى والثوم اللي احنا ضربناهم مع البهارات. تمام. بدات ان انا ايه افضل اقلب فيهم واحط لها شويه ميه في شويه ميه، يعني زي ما كانك بتسوي اللحمه كده المحمره، هتحطي ربع كوبايه ميه في ربع كوبايه ميه لغايه ما تستوي. بعد ما تستوي هتعملك ميه تقيله، هيبقى عندي بقى هنا بقى بصل مقطع كبير مكعبات كده كبيره او وسط، وخمس ست فصوص كده مستكه، وثلاث اربع فصوص ثوم، علبه معجون هاخد منها معلقتين، وشفشق طماطم. هحط المستكه مع السمنه في الجدر. شلت بقى انا الكرشه حطيتها في طبق بشويه الميه اللي فيها صغننين، وحطيت نفس الجدر السمنه مع المستكه، ونزلت عليها بالبصل المتقطع، بصلايه كبيره متقطعه على الكيلو الكرشه ده. تمام. هفضل كده ايه اشوحها تشويحه حلوه. هنا بقى الخطوه دي يا بنات، انا خالته كانت قايله لي حطي اسمه ايه ده حمص الصغنون ده الاصفر اللي بنحطه على الحشو، بس انا نسيت خالص. انتوا بقى تحطوا بولة حمص مع البصلة وتحمشوها، بعد كده تنزلوا بالكرشة بشوية المية اللي فيها الايه التقال دول اللي وانتي بتسويها فيها. تمام. وهتديها تقليبة مع البصلة كده والمستكة والسمنة، وتفضلي تحركي فيها تقليبتين تلاتة. تمام. بعد كده هتنزلي بشفشق الطماطم اللي انتي ضربتيه في الخلاط. انا هنا بس عاوز اقول لكم خطوه، في شفشق الطماطم وانا بضربه في الخلاط حطيت معاه قرن فلفل اخضر، بيطعم الطماطم كده ويخلي التسبيكه طعمها تحفه جدا. تمام. طيب بعد ما كده خلصنا التشويحه بتاعتها هنزل بشفشق الطماطم. طبعا يا خالته سامحيني على خطوه الحمص، لان انا قلت دي طريقتك فكان لازم امشي على الطريقه بالظبط، بس نسيت خالص، يعني ما اعرفش مخي ماله. طيب دلوقتي حطيت بقى معلقه كبيره من معجون الطماطم عشان يديها لون.
تمام. بصوا تبارك الرحمن اتسبكت حلو. عندي بقى هنا دلوقتي ايه، فصين ثلاثة توم مع شطة، وطحنتهم وحطيتهم بقى الطشة الأخيرة. تمام. هنا بقى كنت بشوي تشيكن، هقول لكم ان شاء الله على التتبيلة واكتبها لكم في الديسكريبشن تلاقوها. ده كده تشيكن مشوي عملته العبودي عشان هو ملوش في الحاجات ديت. هنا بقى سبتها لغايه ما اتسبكت تبارك الرحمن. بقى شوفوا بقى منظرها، ضروري توصلوا للمرحله دي ان تبقى تقيله التسبيكه، ما تبقاش صايصه وميه ومش حلوه، لا تبقى كده تمام. لما تيجي تنزليها في الطبق تلاقيها تقيله وتتغمس. انا خالته قالت لي تعرفي ان هي تمام التسبيكه، ان هي تجيبي خبزايه وتغمسي تلاقيها ان هي تمام بتتغمس معاكي وفيها تسبيكه تقيله. جربت كده لقيتها تمام. انتوا توصلوا المرحله دي برضو خلاص كده اوكي تدفعوا عليها. بصوا جمالها تبارك الرحمن ما شاء الله لا اله الا الله. بالعافيه على قلبنا علينا وعلى اعينكم يا رب. وتحيه كبيره جدا لخالته منى، واتمنى تدعوا لها بالصحه والعافيه يا رب وطولة العمر، وتدعوا لامي بالرحمه. وصلنا لنهايه الحلقه، متنسوش لايك شير للفيديو اذا كان عجبكم، وانتظروا الفيديو جديد. السلام عليكم. صدقيني انا هموت على الكرش والكلام ده كله، فبس مشكلتي تنظيف. راحت قالت لي بقى، قالت لي في واحده شاطره جدا وراح مديني الاكونت بتاعها، هي دي بتعمل كرشه وتبيعها نظيفه وجميله وقشطه تبعتها لغايه عندك. في مطبوخه وفي النيه، بس انا طبعا انا اللي عاوزه اطبخها عشان انا هاخد الطريقه من خالته، هتصل بيها حالا اخد الطريقه ودي اغسلها تاني برضو. هي الست بتقول لي نظيفه اطبخي على طول، بس طبعا طبعا يعني انا ربنا يخليها وتسلم ايديها، بس انا لازم اغسلها تاني تمام. هنقحب محلول كده ميه وليمون وطحين وملح وبعد كده وجنزبيل، وبعد كده هنشوف بقى ايه هتطبخ ازاي، هطبخها معاكم. بصوا طبعا انا لما كلمت ست قلت لها بصي انا حوالي كذا كذا وحاطه التقطيع ما بعرفش اقطعها، فقطعها الله يبارك لك يعني قد صباعين كده، فقطعتها بس مش عايزه كده مش شكلها. بصوا شكلها ان شاء الله دلوقتي افتحها واوريها لكم مع بعض. هحط لكم رقمها عشان عايز يشتري من الست دي الكرشه تمام.